مدام سور الباب دي انا عاوز اختار عبارة اقدمك بيها للمشاهدين في السهرة دي، لكن قبل ما اقدمك عندي تساؤل كده خاص. هل حضرتك قلوقة؟ جدا. يعني انا ملاحظ انك في حتة قلقاية كده رغم اننا اصدقاء. لكن حاسس بحتة قلق في شخصيتك وانت تواجهي العدسات للحوار. هل الحوار ده مدام سهير في مستوى مسرحية تطلعي بيها للناس؟ ايه هو في مستوى مسرحية بالنسبة لي، لان ده الارشيف بتاع سهير البابلي، ده مكتبة سهير البابلي. يعني برنامجك بالذات يا مفيد. نعم. سهرة مع نجم، تاريخ حياة نجم. نعم. ايه وراء النجم كفنان، كممثل مسرح او سينما او تلفزيون؟ ايه الكلمات اللي بيقولها من خلالك؟ ده كل ده هيتحط لي في المكتبة. هل ده مكمل لعملك المسرحي؟ ده عمل مسرحي اللي خلاك حضرتك جيت سألتني الحاجات دي كلها، نجاحي في المسرح. لكن ده مش مكمل طبعا، دي شخصية تانية تماما في حياتي. هل انت الآن السطرين دول او الدقيقة ونص اللي فاتت دي ريحتك؟ ريحتني فعلا. يعني كان ضرورة نبدأ بيها مش كده؟ اسمحي لي اقدم بقى. اتفضل. هقول عبارة واحدة بس، قنبلة الضحك الموقوتة سهير البابلي. اولا شكرا على التعبير ده. هقاطعك بقى. اتفضل. هو الضحك مطهر جدا. هل الضحك ضرورة في العالم الثالث؟ والله اتضح ان العالم كله بقى عالم ثالث. العالم كله بقى عالم ثالث. يعني الضحك ضروره في العالم الاول وفي العالم الثاني وفي العالم الثالث. لماذا الضحك ضروره؟ بيغسل النفس، بيحرك عضلات الوش، فبالتالي بيفضل شباب على طول. في واحد مطرب شعبي رقيق افتكر تعرفيه كويس قوي اسمه شفيق كلال. بيقول لي نكته وبعدين انا ضحكت قوي، فقال لي بصوته اللي انت عارفاه، اصل يا استاذ مفيد الضحك غلي. صحيح الكلام ده؟ يعني ما كناش زمان بنقول اللهم اجعله خير؟ طبعا اللهم اجعله خير دايما طبعا. لكن كل ما بنضحك دلوقتي نقول اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير على طول. لو حصل اي حاجه اللهم اجعله خير. كنا زمان بنضحك من قلبنا لغايه انا بيتقال عليا ان لوزي بتبان لما بضحك. معروف على تعبيرات سهير البابلي في ضحكتها. كل وشها بيضحك، عينيها بتضحك. دلوقتي فعلا بقى صعب. ليه؟ السنين اللي مرت بينا والأزمات والتغيير المسار في الأخلاقيات. نعم. حلو. الخط البياني. نعم. يعني مفيش هارموني، مفيش نسبة وتناسب، يعني يا فوق قوي يا تحت قوي. لما بقول فلان غول في المسرح ماذا تعني هذه الكلمة؟ يبقى راجل فاهم تماما ايه اللي بيعمله، يعني عارف كل حاجة. مين ينطبق عليه ده في المسرح؟ سهير البابلي. سهير البابلي. بعض الناس يرون انك انت ممثلة غول، التعبير ده بيعجبك؟ هو الغول في حد ذاته يا استاذ مفيد حاجة مخيفة. طبعا بيتقال على البحر غول. وخصوصا بالليل غول، لانه بياكل بيحضن بيبلع كل حاجه فيه. احيانا غول المسرح دي طبعا ده شيء عظيم جدا. نعم. ان انا بمحي اللي جنبي. بس انا عفوا انا ما بحبش المسميات الالقاب اللي ان انا غول. ان انا تاتشر. ان انا سندريلا المسرح. ان انا يعني ملكة أميرة. الألفاظ دي الكلمات اللي بتتقال دايما اكتسبناها من فترة. بس يا عالم ما تقالش كده على 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 ألان ديلون. على سوزان هيوارد. على شيرلي ماكلين. على أنور وجدي. على ليلى مراد. عمر ما حد قال عليها عبارة كده. لا الأستاذ عبد الوهاب قال عليها قصارة. قصارة القيصارة. حلو. يعني ما اتكتبتش، ما مش قبل تقدمة فيلم قصارة الموسيقى او قصارة المغنى. ما تقالش على عبد الوهاب في فيلم ليه؟ حضرتك شفت ده؟ طبعا. ما تقالش عليه، ما حصلش. تمام. هل المسميات دي او الالقاب دي
بتضعف دلوقتي من شخصية الفنان أنا سهير البابلي. بس عاوز نسافر سوا إلى الماضي، إلى الطفولة. أنا عايز أتوقف عند طفولتك، لما كنت تقولي اسمك بالكامل في الفصل وتقفي كده وانت لابسه مريالة. أي اسمك إيه؟ تقولي إيه؟ سهير حلمي البابلي. سهير حلمي البابلي، هو سهير حلمي إبراهيم البابلي بس الثلاثي. أنت خرجتي من هذه الأسرة. آه. تلميذة بمريالة بضفاير؟ وكان عندي ضفارتين كبار. كتب المدرسة بالنسبة لك كانت تعني شيء؟ إيه، كنت أحب أشوفهم أوي هما نضاف، دليل على إنهم ما بيتفتحوش. هل كان فيكي شيء في الطفولة ينبئ بإنك يوما ما ستحترف الفن؟ يعني أنا عايز أقف عند نقطة إيه؟ نقطة إنه هل تتألق الموهبة في بدايات العمر؟ من الصغر طبعا، وأنا عندي 3-4 سنين كنت بقلد، كنت باخد جزم أمي، جزم أخواتي الكبار ألبسها كعب، أحط روج، أحط مكياج، أضحك، أقلد خلاني، أقلد صحاب أخواتي. هل انتبه البيت إنك عندك مواهب في هذا المجال؟ أيوه كلهم، بس يعني ما كانوش يتصوروا إن أنا هبقى ممثلة. هل البيت وقف معارض في لحظة من اللحظات؟ بابا معارضش. معارضش؟ أمي اللي حصل لها بلاوي، هي وخالي الله يرحمه. اعتبروا إيه؟ غازية من صنباط. غازية من صنباط. أصل صنباط دي بتفرز الغواز. غازية من صنباط. يعني ده كان مستقبلك. ده مستقبلي. آه. وأنا عملت الصفقة غازية من صنباط بتاعت الله يرحمه توفيق الحكيم. وغازية دي كمان أخطر من الرقاصة. أخطر. دي بقى المعلمة بتاعتي. إيه الفرق مدام سهير؟ يعني فاهميني إيه الفرق؟ لا الغازية بتاعتي. إيه فلانة دي غازية؟ يعني إيه غازية؟ غازية بتاعت الموالد، بتاعت الناس اللي بيروحوا الأرياف الكذا حتت. لكن رقاصة بتاعت المدينة؟ رقاصة ده المودرن. ده المودرن، ده المدينة. ده المدينة. فريدة فهمي طبعا دي حاجة ثانية خالص. لا دي راقصة مثقفة متعلمة بتدي دروس مدرسة رقص. وهو إيه الفولكلور؟ إيه الملامح اللي كانت فيكي اللي تدل على إنك أنت هتبقي غازية من صنبق؟ هو وانس ان انا بقلد. وانس ان انا بعمل حركة. رقص. العب حجبي. اعمل بوش حاجة. ماما غازية. على طول. ما لهاش دعوة ان انا برقص بلد. في ذلك الزمن كان هذا غازية. الوصف. غازية. اوه ده الوصف. بتاعت الموالد، بتاعت الناس اللي بيروحوا الارياف الكذا حتت. لكن رقاصة. رقاصة ده المودرن. ده المودرن. ده المدينة. ده المدينة. فريدة فهمي طبعا دي حاجة ثانية خالص. لا دي راقصة مثقفة متعلمة بتدي دروس مدرسة رقص. وهو ايه الفولكلور؟ ايه الملامح اللي كانت فيكي اللي تدل على انك انت هتبقي غازية من صنبق؟ هو وانس ان انا بقلد. وانس ان انا بعمل حركة. رقص. العب حجبي. اعمل بوش حاجة. ماما غازية. على طول. ما لهاش دعوة ان انا برقص بلد. في ذلك الزمن كان هذا غازية. الوصف. غازية. هو ده الوصف.